مستمعينا الكرام صباح النور عليكم، مرحبا بكم لقاء جديد على الإذاعة القريبة منكم ميد راديو وبرنامجكم سيدة النساء. تحية خالصة لكل مستمعينا وصباح الوردة عليكم، مرحبا وأهلا وسهلا بالجميع. حنا دائما معكم حتى منتصف النهار، دائما بمواضيع كتهم السيدات والسادة، كتهم حياتنا، كتهم علاقاتنا. الأساس في الأمر هو أننا نجعلوا من هاد المخلوقة الوديعة الحساسة اللي عندها خصوصية تكون هي سيدة النساء في حياتها. وباش يمكن تكون سيدة النساء، ضروري ومن المؤكد أنه تكون بصحبتها رجل ونعم الرجال. مجتمعنا ما كيكتملش إلا ما توفروش النصفين. بزاف ديال الناس كيقول لك بلاش عندي كاع أنا ما ندير بهاد الزواج، لا ولد ولا بنت، ولكن كنساو بلي باش تكتمل الرؤية في المجتمع ونكملوا بعضنا ضروري من رجل وامرأة، ضروري من زوجين باش يمكن أنهم يكملوا بعضياتهم، لأنه كاين نواقص في الرجل كتكملها المرأة، وكاين نواقص في المرأة كيكملها الرجل. وهنا كتبان الأهمية ديال العلاقة الزوجية اللي كتحصن واللي كتشد على الأيادي ديال زوج ديال الشباب أو زوج ديال الناس باش يمكن أنهم يزيدوا القدام، وباش يمكن أنهم يبنيوا أسرة، وباش يمكن أنهم يربيوا أجيال، وباش يمكن أنهم يكونوا إنتاج صالح للمجتمع. والله سبحانه وتعالى هذا شيء أكدوا في آياته الكريمة وأكدوا في القرآن الكريم، وخلق ومن كل نفس خلق زوجا لها، وهذا دليل على أنه كاين أهمية ديال التكامل وديال التضامن ما بين الزوج والزوجة. احنا اليوم كالعادة كل يوم أحد مشرفنا بالحضور الدكتورة أمال نعمي، وهي واعدة أستاذة باحثة في العلوم الشرعية. صباح النور دكتورة أمال. صباح الخير أستاذة سكينة، مرحبا. الله يبارك فيك. كيف الأسبوع؟ الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. إن شاء الله. إذن دكتورة أمال اليوم غنتكلموا مع النساء. نعم. ولكن سنسمو بالرجال. اليوم غنتكلموا على كيفاش يمكن السيدة تختار الزوج ديالها. أنا غنبدأ بواحد المقولة اللي كتقول خذوهم فقراء يغنيكم الله، يعني هذه مسألة فيها من الجانب ديال المرأة ومن الجانب ديال الرجل، ولكن كاين شروط معينة اللي خاصها توفر في الأزواج باش يمكن أنهم يكملوا مع بعضهم، يكونوا منسجمين مع بعضهم. واش كتمشي معايا في هذه المقولة ديال أنه واحد كيكمل واحد، كل واحد بالطرف ديالو، أو أنه ضروري يكون واحد تكامل اجتماعي ثقافي نفسي لغير ذلك؟ نعم صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. لا شك الأخت سكينة كما قدمتي وقلتي أن الزواج هو مطلب طبيعي، يعني بين رجل والمرأة هو مطلب نفسي وفيزيولوجي، وهناك ميل طبيعي بين الرجل والمرأة، تجاذب. المرأة محتاجة إلى الرجل والرجل يحتاج إلى المرأة قبل ما يكون مطلب شرعي. فإذا هذا التكامل اللي كيحصل بين المرأة والرجل لا بد لهم ضوابط ولا بد لهم من أسس. والإسلام لما حث على الزواج كما قال الله سبحانه وتعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. والحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام تقول يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. شنو كنستشفوا من هذا الحديث النبوي؟ أول شيء كنفهموا منه بأن الزواج هو مندوب، في الأصل هو مندوب، يعني شيء اللي خصو يسعى ليه الشباب، ما يعزفوش أبدا على الزواج، هذا في أصله. وإن كان تعتريه الأحكام الخمس اللي ممكن نتكلموا عليها، قد يكون أحيانا مستحبان، قد يكون محرمان، قد لكنه في الأصل هو مندوب ينبغي أن يسعى إليه الشباب. فقلنا هاد الأمر اللي هو الزواج اللي كيجمع بين الرجل وبين المرأة لابد أن تكون له نية، لأنه طاعة والطاعات لابد لها من نية. فالنية في الزواج مهمة جدا،
لأنها تحدد الغاية من الزواج، الغاية الأولى من الزواج. ما هي الغاية الأولى من الزواج؟ هي طاعة الله تعالى. احنا في هذه الأرض كنتعبد الله عز وجل بكل أفعالنا، بحركاتنا، بسكناتنا، بالضحك ديالنا، بالصلاة ديالنا، بالصيام ديالنا، بملاعبتنا الأبناء. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة، يعني الرجل يأتي زوجته في ذلك صدقة. فإذا حياتنا ولله الحمد، احنا ما عندناش هذه دنيا وهذه دين، كل شيء ولله الحمد دين، كل شيء مأجور عليه الإنسان. إذا قلنا الغاية الأولى اللي خصي تستحضرها وتستحضرها كل فتاة باش تختار شريك الحياة ديالها هي نية الزواج. فما تكونش النية ديالها أنها فقط بغات تزوج لأجل مثلا مكانة اجتماعية أو لأجل مال أو لأجل كذا، لا، خصها توضع نصبة عينيها أنها طاعة لله عز وجل. لأن لماذا؟ علاش؟ النية كتحدد لنا المقصد. فمثلا ضربوا مثال، إنسان خارج من البيت ديالو غادي يمشي مثلا العمل، خارج من البيت ديالو وعارف فين غيمشي، غيمشي للعمل، نقول أنا غادي للعمل ديالي. إذا شنو كيترتب على هذا؟ كيعرف الطريق اللي غيسلك، كيعرف ملي غادي يوصل العمل ديالو شنو الواجب اللي غيأديه، تعرف معاش غادي يدخل معاش غادي يخرج. أما الإنسان اللي خرج من البيت وما عارفش أي وجهة سيقصدها، ما عارفش فين غيمشي، إذا غيمشي أي مكان وممكن يتيه، ما عارفش الغاية، لم يحدد هدفا ولا مقصدا. إذا لا بد من تحديد الهدف من الزواج والغاية، وأول غاية من الزواج هي طاعة الله سبحانه وتعالى، نتعبد الله تعالى بالزواج. فمهمة جدا هذه النقطة ديال الغاية وديال النية واستحضار النية في الزواج. فإذا الفتاة ينبغي أنها تمحص هذا الأمر جيدا. الزواج ماشي هين، وهي عشرة عمر، وهي أمر اللي كيدوم إن شاء الله تعالى لتوفرت فيه الأسس وكذا، وكيترتب عليه أبناء وعشرة ومجموعة من الأمور، وإما سعادة أو تعاسة. فإذا خاصها تحدد واحد المواصفات معينة للزوج. هاد المواصفات المعينة وهاد المقاييس والضوابط والمعايير لاختيار الزوج الخاطب مهمة جدا. شنو سنلقاو شرعنا والله الحمد اللي هو يعني ما خلى لا كبيرة ولا صغيرة إلا وبث فيها الله عز وجل ورسول صلى الله عليه وسلم بأحكامه؟ ما سنلقاوش أبدا، الحمد لله ديننا شامل، ما غفل حتى شي جانب. فكان وجد النبي عليه أفضل الصلاة والسلام يقول: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، ألا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد عريض. ألا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد عريض. فإذا نحاول إحنا نوقفوا مع الحديث النبوي الشريف ونشرحوا شنو هي هاد المبادئ والأسس اللي لا بد من توفرها في الخاطب، في الخاطب اللي غنقدموا لنا. وقبل ما نفسروا هاد الأمور دكتورة أمل، غنمشيو مع فاصل إعلاني ورجعين معكم مستمعينا الكرام على الإذاعة القريبة منكم ميد غاديو. رجعنا لكم جديد مستمعينا الكرام على ميد غاديو، موصلين مستمعين مع بعضنا دائما الى حدود منتصف النهار، وبرنامجكم سيدة النساء. وغادي نرجع مباشرة عند الدكتورة أمال نعمي، وهي واعدة أستاذة باحثة في العلوم الشرعية. وقفنا عند قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. إذا هنا شنو التفسيرات اللي تقدمي لنا دكتورة أمال؟ نعم، إذا من ترضون، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ترضون دينه وخلقه. نوقفوا عند الدين، ما المقصود بالدين؟ فالدين بمعنى أن الإنسان يكون تقي، أنه يجتنب المحرمات ويأتي بالأوامر، يأتي بما أمر الله به وبما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا يعني يقوم بالواجبات دياله كاملة من صلاة وصيام ويؤدي الزكاة ويؤمن بوجوب الحج ويحج إن استطاع إلى ذلك سبيلا، ويقوم بجميع الأمور ويقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويؤمن بوجوب اتباع أوامر وأحكام الشرع وأحكام الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا هذه الأمور لا بد أنها توفر في الزوج، وفي نفس الوقت يكون مبتعد عن المحرمات، كل ما فيه تحريم يعني يبعد عليه، مثلا الخمر، مثلا التدخين،
يبتعد لا يتاجر يعني بالربا أو القمار أو الميسر، هاد الأمور كلها، أو مثلا يكون العمل ديالو فيه محرمات، فيه رشوة، فيه مثلا متاجرة بمخدرات، لا أدري، يعني مجموعة من الأمور التي يمكن أنها تخل بديني. هاد الأمور كلها داخلة في الدين. واللي كيظن بأنه غيزوج البنت ديالو أو للفتاة اللي كتنظر فقط في الظاهر وكيعجبها فقط المال دون أن تبحث عن مصدره، فهي مخطئة. هذا الأمر يرجع عليها بالوبال بعد ذلك، لأن الإنسان الذي لا يتقي الله في نفسه وما كيتقيش الله تعالى في المال دياله من أين اكتسبه، فلا شك ما يتقاش الله تعالى فيها حتى هي، لا بد يعني بعد حين غتحصل مشاكل. في الأول تكون إعجاب وكتكون كيكون بهار، خاصة يعني الفتيات اللي تكونوا مازالين في سن باقي صغار شوية، مثلا بنات في الثانوي أو لكذا، إما تعجب بشخص لشكله هذا عجبها، أو لا لي يعني واحد دير واحد الشعر معين، أو لواحد لباس معين، أو لقال لها واحد الكلمات أو لأغنية أو لكذا فكتنباهر به، أو مثلا شخص كيجيها في مقام الأب ديالها وكتكون محتاجة للحنان أو كذا فكتنباهر، أو لا قدم لها مال أو لا، فهذه كلها مغريات. فينبغي على الفتاة أنها تجنبها إذا ما تقدم إليها خاطب. إذن قلنا هذا الأمر المتعلق بالدين هو مهم جدا، فإذا كان هذا الشخص كيقوم بهذه الأمور هذه في العمل دياله أو لكيمس شيء أمر من هذه الأمور في الدين دياله، فننصح الفتاة أن تفر منه كما نفر من المجدوم، تهرب منه، هذا لا خير فيه أبدا. وحتى يعني الأسر والآباء سنقول لهم لا خير في إنسان غير متدين. ما نقولش ماشي مشكل ما كيصليش، تيصلي مرة دابا يهديه الله دابا كذا، يعني باعتبار المآل، لا احنا كنشوفوا الحاضر، وما نقولش فقط راه عنده واحد الجانب يعني الأسرة ديالو راه مزيانة، لا خصو هو يكون مزيان لشخصه، لأن هي غتزوج بذاك الشخص ينبغي أن تتوفر فيه الشروط اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم، الدين والخلق، الدين، وهذه الصفة مهمة جدا ما يمكنش استغناو عليها ديال التدين. اللي تقول ماشي ضروري فهو لا شك خاطئ. وأنا من هذا المنبر تنقول بأن خص يكون واحد تكوين، واحد رخصة، رخصة للزواج اللي كيتلقى فيها الأزواج أو المقبلين على الزواج مجموعة من الأمور متعلقة بحقوق الزوجية، حقوق الزوج، حقوق الزوجة، ومن ضمنهم حتى التدين هو حق لله تعالى وحق من حقوق الزوجية. ما يمكنش أنا ندخل الحياة الزوجية وأنا لا أعرف حقوق الزوجة، هذا دين، هذا ضمن الدين. فهناك لاحظ النبي عليه الصلاة والسلام قال من ترضون دينه، دينه وأضاف خلقه، الدين والخلق. كان ممكن الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم يقول لنا فقط الدين، والدين هو شامل، يعني دين بدون خلق راه ما ليس تدينا، هذا تدين ناقص، لأن الإسلام يحث على حسن الخلق، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني حث في مجموعة من الأحاديث النبوية على حسن الخلق. فقال عليه الصلاة والسلام إن من أقربكم مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. فهذا إذا كان مع عامة الناس فمن باب أولى يكون مع الزوجة ومع وبين الزوجين. فنجيو الشق الثاني هو الخلق. الخلق مهم جدا في اختيار الزوج وفي الخاطب، ينبغي أن يتوفر فيه حسن الخلق. فحسن الخلق يعني واحد الأساس اللي ميمكنش نزولوه أبدا. حسن الخلق شامل، ينبغي أن يتصف بالأخلاق الكريمة التي تؤهله لتحمل مسؤولية تلك الزوجة وذلك البيت وتلك الأسرة، وأن يعاملها معاملة راقية، معاملة إسلامية راقية. من ضمن الأخلاقيات اللي ضروري خصها تكون توفر في الزوج مسألة الأمانة، يكون أمين، إنسان كيتصف بالأمانة وتحافظ على الأمانة، لأن من يقدر الأمانة لا شك أنه لا مثلا غير مع الناس، لأن إحنا غنجيو لمسألة الاستشارة وكذا مع الآخرين في الخاطب، فمن اللي تسأل وتعرف بأن هذا الشخص يضيع الأمانة، عرف كيما ضيعها مع الآخرين غادي يضيعها حتى مع هذيك المخطوبة أو زوجة مستقبلا. فيحافظ على الأمانة، وهي في حد ذاتها هذيك الزوجة اللي غتكون مستقبلا راه هي أمانة بين يديه، والأبناء غيكونوا أمانة.
فسيسأله الله تعالى عنهم يوم الدين ويوم يوم الحشر. فالأخلاق منهم قلنا الأمانة، منهم اللطف، اللطف مطلوب، فالإنسان اللي تيكون لطيف لبيب حسن الخلق لا شك أنه لا يخلق مشاكل. وكذلك من الأخلاق هي أن يكون حليما بعيد عن الغضب. شخص اللي كيغضب بسرعة ويستفز بسرعة فهذا كنظن بأن صعب المعاشرة، كتكون المعاشرة ديالو صعبة جدا، لأنه كي أي حاجة كتقدر تسيره، أي حاجة كتقدر تعصره. الإنسان إذا غضب فإنه لا ينظر إلى ماء الأمور، كيقدر يدير شي حوايج اللي هو بنفسه ما تيشعرش بها أو لحتى يستشعرها، كتأتي بأمور وخيمة جدا، لا على العلاقة الزوجية لا على. فمثلا في مرحلة الخطبة أو فترة الخطوبة إلا شافت الخاطبة أن الخاطب ديالها وكذا، يعني هذا إلا تم الاختيار سنقوله، وشافت بأنه يغضب، يغضب مع الناس، يتوتر، يسب، يشتم كذا، فمن الأفضل في رأيي أنها ترجع على الخطبة، لأنه هذا هو طبعه وهذا هو ديدنه. فمن لا يملك نفسه، فكما قال الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم، ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فالإنسان القوي والشديد ماشي هو اللي تينفعل وتيغضب وتخرج الكلام وكيضرب فلان ويضرب علان، لا، الإنسان القوي الشديد اللي كيملك نفسه، من يستطيع أنه يملك زمام أمره أولا كي لا يسيء للآخر، كي لا يسيء للآخرين. فكذلك من الأمور قلنا أنه يكون حليم، فيه الحلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان حليما، وإنما الحلم بالتحلم والعلم بالتعلم. فيكون شخص ليستطيع أنه يكون فيه صبر وسعة صدر، لأن الحياة الزوجية فيها مشاكل وفيها مجموعة من الأمور اللي كتعتريها وكتنغص عليها، فإذا لما عندوش الحلم لأول مثلا مشكل صادف الحياة الزوجية وغادي يهتز، فما لا خير فيه. أظن والله أعلم لا خير فيه لا شك، لأن هذه مهمة. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا الدين والخلق، وهذه من الأخلاق، من الأخلاق الحلم من الأخلاق والصبر من الأخلاق. ومعروف أن الرجل يعني كيكون أصبر من المرأة، يعني خصو يضبط انفعالاته لأنه مسؤول على أسرة، وهذه هي القوامة على الأسرة، مسؤول على الأبناء، مسؤول على كذا، وما هما لا شك يعني بزوج بيهم، لا الزوجة ولا الزوج خصو يكون تصبر بهذه الصفات، لأن هي أخلاق إسلامية. لكن تنقول الآن دابا تنتحدثوا على الخاطب وعلى الزوج في المستقبل، هذه الأمور التي ينبغي. ثم الأدب، حسن الأدب، والأدب الأدب مهم جدا، لأنه يسمى ضمن الذكاء الاجتماعي، والذكاء الاجتماعي مطلوب، مطلوب في العلاقة الزوجية، مطلوب في العلاقة مع الناس. الإنسان اللي غير مؤدب، لا يراعي مجموعة من المسائل، لا من إتيكيت، لا من بعض البروتوكولات المهمة، لا من الأخلاقيات، لا من كذا، كينغص على 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 الشريك الآخر حياته، أو على مستوى أوسع في الأسرة الممتدة، مثلا مع عائلة الزوج وعائلة الزوجة، أو سواء للزوج ولا الزوجة ولا حتى العائلة الممتدة، إذا كان شي واحد فيه أمور كتخرق هذه المسائل هذه اللي كتعلق بالصواب كي تنقولوا حنا، يعني نعم بالصواب، يكون واحد ذكاء اجتماعي حاصل في الشخصية وأدب، هذه من الأخلاقيات. فالناس مثلا ضحكين هو معبس، الناس ناشطين هو ما عجبوش الحال، والعكس كذلك. فإذا يكون واحد نوع من الذكاء اللي كيقوي وكيوطد العلاقات الأسرية والعلاقات الزوجية، لأنه ربما في هذه الحالة للأسف حتى الناس اللي ما سيعرفوش كيكونوا غير جالسين في ذاك المجمع سيأخذوا موقف من ذاك الشخص، كيبان لهم دائما بأنه منبود، يعني بوحده، يعني هو كيجلب الراس يكونوا غير مرغوب فيه، صح؟ نعم، بسعادة نعم. الناس هكذاك. إذن هذه كتدخل في الأمور متعلقة بالشخصية والطباع، نقدروا لتحتنا الفرصة إن شاء الله تعالى نفصلوا فيها أكثر. فكذلك من الأمور اللي مهمة قلنا الذكاء الاجتماعي، الذكاء العاطفي بين الزوج وبين الزوجة وبين الخاطب، اللي كيكون متوفر في الخاطب عند الخطبة. فهذه الأمور تلمس، كتلاحظ
حنا ما سنديوش الان لا شك في ان مرحله الخطبه ما كيكونش فيها واحد المخالطه، بمعنى هي الخطبه وعد بالزواج وليس الزواج. هذه باش نفهموها ونكونوا متفقين عليها. البعض اللي كيوقع في بعض المحرمات في مرحله الخطبه هذا لا يجوز شرعا، لكن كاينه اليات باش كتقدر تعرف الانسان بدون اي علاقه مباشرة يعني ليس مباشرة، وإنما يعني فيها احتكاك، فيها تجاوز، يعني كالزوجين مثلا تكون فيها علاقة يعني حميمية أو إلى غير ذلك، أو جنسية، أو يعني تجاوز الحدود. لا، كاين واحد الحدود ينبغي أن لا نتعدها في الخطبة. وحنا الآن راح تنحاولوا ما أمكن نتكلموا على قبل الخطبة، قبل قبول حتى الخاطب وأثناء الخطبة في نفس الوقت. فإذا هذه الأمور هذه مهمة جدا أنها من الأخلاقيات، وهذه كلها والأخلاق إن أردنا أن نتحدث عنها خصنا وقت يعني كبير جدا وطويل. ثم مسألة تتعلق بالكفاءة، الكفاءة مهمة جدا جدا. وقبل ما نتحدث عن الكفاءة نقول لكم ماذا قال الحسن البصري رحمه الله لمن سأله من نزوج أبناءنا. سولوا الناس الحسن البصري رحمه الله، قالوا له لما نزوج أبناءنا بناتنا عفوا. قال الزوج التقي إن أحبها أكرمها وإن كرهها لم يهينها. هذا هو علاش كنبغيو الدين، علاش كنبحثوا على الدين، وعلاش كنبحثوا على الخلق. لأنه التقي الذي يتقي الله عز وجل في حركاته وفي سكناته ويراقب الله سبحانه وتعالى وتعرف بأن الله عز وجل يسمعه ويراه في كل لحظة وفي كل حين، ما يمكنش أنه يظلم الآخر، ما يمكنش أنه يسيء الآخر. فدائما كيستحضر قبل ما يلفظ كلمة تراجع، لأن الله عز وجل يقول وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فهذا شخص مؤمن تقي نقي. فإذا لا بد أنه كما قال الحسن البصري أن يكون تقيا، إن أحبها أكرمها وإن كرهها، يعني إلا حب هاد الخاطب هذا الزوجة دياله مستقبلا إن أحبها فلا شك أن سيكرمها يعني واحد الكرم عظيم جدا. وفي نفس الوقت إن كرهها لم يظلمها، لا يظلمها أبدا. فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، صافي ما تتوقعش يعني مشاكل هي عويصة وعظيمة في أحوال يعني في حياة الزوجية. نعم. بشكل عام أكيد. فإذا قلنا نأتي إلى المسألة المتعلقة بالكفاءة. الكفاءة تتفرع، كاين كفاءة ثقافية وعلمية وكفاءة اجتماعية وكفاءة مادية. فالخاطب عندما يقبل على أسرة ويريد زواج من فتاة فلا شك أنها تراعى هذه الأمور، الدين، الخلق، وينظر بعد ذلك في الكفاءة. الكفاءة الثقافية والعلمية يفضل العلماء أن تكون قائمة بين الزوجين. علاش؟ مثلا لكن المستوى الدراسي، إذا كان واحد التباعد كبير في المستوى الدراسي لا شك أن بعد ذلك قدر يكون واحد نظر بدون الآخر، لا من طرف، لا الزوج من طرف الزوجة أو لا الزوجة من طرف الزوج. فلا بد أن يكون هناك تقارب ثقافي ودراسي وعلمي بينهما. قد يقول قائل إلا كانت الدين والخلق متفرين، ما قلناش لا، احنا الله يبارك، لكن بشرط أن يعلم الإنسان أنه إذا تزوج فلانة ما يجيش واحد النهار ويسبها أو يعيرها بمستواها الدراسي مثلا المتدني. أو لا العكس، وأن الزوجة مثلا كان مستواها الدراسي عالي ومستوى هو متدني، كنقول يعني كاين فرق كبير، ما يجيش يوم وتقول له تهية بأنها كذا وكذا وكذا. نعم. لأن لا بد من متوفر الاحترام. ثم أمر آخر هو مثلا كتلقى مثلا جانب فتاة متدينة خلوقة، كتحفظ القرآن الكريم مثلا، تهتم بأمور دينها، والزوج ما عنده غرض، قد يخلق لها مشاكل، تقول واش انت مثلا مقابله لي غير المصحف، واش انت مقابله غير كذا، واش انت مقابله غير هذا، يعني غير الكتاب. فخاص يكون واحد تلاحم، واحد انسجام ثقافي يكون فكري مهم جدا بعد حصول الدين وبعد حصول الأخلاق. مهم هذا الأمر جدا. ثم يكون كفاءة اجتماعية، يكون أسر متقاربة،
وشويه واحد التباعد كبير في, في, في الاسر، لان كترتب عليه مسائل اخرى كتعلق مثلا بالعادات، كتعلق لان البيئه تحكم، بيئه تؤثر في الشخص، يعني تتعلق بما مسائل مثلا كما قلنا في الاتيكيت في البروتوكول. كاين ما خصو كاين بعض الاسر كتحافظ على هذه المسائل وكتبغيها، واحد الجمالي مثلا في, في, في يعني في الطبله مثلا، نعطيو امثله، كتزين الطبله بواحد النوع معين، بواحد الشكل معين، بواحد كذا. اسره اخرى ما عندها غرض، اسره مثلا تحب الادب والاخلاق يكون حاضرين مثلا في عند الاكل. كاين اسر اللي مثلا خاصك ضروري انك تقول له فلان كول، حنا يعني نبسطوا الامور يعني العراده، نعم، وتلح على ذلك. وكاين اسر ما كيهمهاش هذا الامر نهائيا. كاين اتيكيت مثلا، كاين اسر كتاكل بالفرشات والسكين، كاين اسر كيعتبروا داك الشيء تكبر. لا، اذا هذه يعني خص يكون واحد التقارب الى حد ما لاجل ان تكون الحياه افضل، تفادي المشاكل والحساسيات. نعم، والحساسيات. ثم امر اخر ينبغي ان تفطن له الفتاه التي يقبل عليها الزوج او الخاطب، مساله انماط الشخصيات، انماط الشخصيات ودراسه انماط الشخصيات. فكاين الشخصيه السمعيه، وكاين الشخصيه البصريه، وكاين الشخصيه الحسيه. كاين شخصيه مثلا البصريه من طبعها انها كتكلم بواحد الصوت عالي، وتكون شويه يعني سريعه في حركاتها، سريعه في تعاملاتها، سريعه. وكاين شخصيه تصوري خصو، كاينه الاطلاقات شخصيه حسيه مع شخصيه بصريه. الشخصيه الحسيه ودوده، رحيمه، محبه، كتهتم بالعاطفه اكثر، كتهتم. وهذيك الشخصيه البصريه عكسها تماما، فكيكون واحد الصعيب. فالطباع احيانا كتلقى الحياه الزوجيه تقول لك فلان تفرق مع فلانه، علاش؟ لا اسباب يعني كبيره تذكر، لكن اختلاف احيانا في الطباع، اختلاف في الطباع. فاذا مهمه هذه الامور انها تكون حاصله، ويكون كل واحد على علم ويعرف بانه هل يستطيع انه يسير تلك الشخصيه ام لا باش يقدر انه يكون على بينه، ماشي حتى يوقع الزواج وحتى توقع مسائل. كذلك من الأمور عند وجود الخاطب، وعندما يدق الخاطب باب الأسرة لتقدم الفتاة، أن تكون هناك استشارة واستخارة، استخارة لله عز وجل. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عليه الصلاة والسلام، ما خاب من استشار، نعم، ولا ندم من استخار. نعم، إذا الاستخارة نستخير الله تعالى بعد ما نشوفوا هذا الشخص هذا متوفرة فيه ديك الأمور اللي عجبتنا، من نرضاه لابنتنا، أو من ترضاه الفتاة لنفسها، في دينه، في أخلاقه، في مجموعة من الأمور، كفاءة كذا كذا، من ترضاه لنفسها. فكتقول أجي دابا نستخر الله تعالى، نستخر الله سبحانه وتعالى، تصلي ركعتين وتقول فيهم دعاء الاستخارة، وتلح على الله تعالى، وتدعو الله عز وجل أنه هذا الزوج لا فيه خير، نطلب الله تعالى تيسير، ما فيش الخير الله يفرق بينهما في خير، كل واحد نعم. الله يسر له من عنده اللي فيها الخير. ثم الاستشارة، استشارة مهمة جدا. فأن تستشير، أن تستشير يعني الجيران، جيران هذاك الخاطب، تستشير كذلك أصحاب التقوى، الناس ديال الدين وديال التقوى، وما يستحيوش ابدا في ابراز الامور اللي هي تيشوفوها بانها حاصله في ديك الخاطب. ماشي يجي عنده يقول له كتعرف داك السيد، تيقول له داك السيد الله يعمرها دار، علاش حين جاره ما بغاش يخسر العلاقه مثلا مع جاره، في حين ان ديك الفتاه مسكينه استامناته وجات وكتسال على هذاك الخاطب، او الاب ديالها جا كيسال عليه وما تيقولوش. لا، النبي صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاه والسلام، لما سالته فاطمه بنت قيس، جاءت اليه وقالت له خطبني شخصان معاوية وأبا جهم، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما معاوية فهو صعلوك لا مال له، ما تزوجيهش، ما عندوش نهائيا لا مال ولا كذا ولا عمل، وما كيملك حتى شي حاجة، ماشي فقط فقير، لا يملك شيئا، صعلوك.
وقال لها أما أبا جهم فإنه لا يضع العصا عن عاتقه، يعني من ذاك الشخص اللي كيضرب النساء وعنيف وكذا، قال لها متزوجيش. فإذا صح النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها تزوجي أسامة بن زيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث رواه مسلم صحيح، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم أرشدها إلى من ينبغي أن تتزوج، وقال لها ابتعدي عن فلان وابتعدي عن فلان. فإذا مستشار أمين لابد أنه ينطق بالحق. نعم، وأخيرا الكفاءة المادية. نعم الكفاءة المادية مهمة جدا في القدرة على الإنفاق، فمن لا يستطيع أن يتحمل مقومات الأسرة، هنا ما سنتكلموش على الغنى أو كذا، لا، يعني الأمور اللي هي أساسية جدا ومهمة في الحياة الزوجية. وإن كان الله تعالى يقول وإن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله تعالى من فضله. كان يقول ابن مسعود رضي الله عنه التمسوا الغنى في النكاح. وسبحان الله هذا الأمر تلاحظوه، شحال واحد تيبدأ بسيط جدا والله تعالى يفتح له بعد ذلك. يعني وهذه المسألة عن قول الله سبحانه وتعالى، حتى في المقولات والحكم الشعبية كيتقال خذهم فقراء يغنيكم الله، يعني اقترابا من حديث صحيح، لأنه كما من كلام الله سبحانه وتعالى. نعم، يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ثلاثة حق على الله أن يعينهم، من ضمنهم أن الشاب يريد العفاف، يريد أن يحصن فرجه ونفسه، فيكون حقا على الله تعالى أنه يعينه وأنه يفتح لي أبواب الخير. وهذا الشيء كنشوفه يعني رأي العين. نعم، والله رأي العين إذا كان المقصد أسماء والمقصد هو طاعة الله عز وجل. وكذا أنا موصل معك دكتورة أمال نعامي، دائما برنامجكم سيدة النساء، أرقامنا الهاتفية مفتوحة لكم مستمعينا الكرام من أجل التواصل المباشر معنا على 05 22 46 52 51 52، أو لا 05 22 43 00 09. يمكن لكم أيضا توصلوا معنا عبر الاسماس وغتكتبوا ماد MED، خليوا فراغ وصفتوا الرسالة ديالكم 50 80، ثمن الرسالة 6 ديال الدرهم حساب الرسوم. غنمشيو ناخذ معنا اول مكالمه معنا لالا لبنى من الخميسات. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله. مرحبا بلالا، تفضلي. كبيرة لالا سكينة، لاباس عليك؟ الله يطولي عمرك لالا لبنى، شكرا. دكتورة، الحمد لله، اختي الله يبارك فيك، بارك الله فيك، امورك مزيانه؟ الحمد لله بخير ديالي، ربي يخليك، الله يطول لي في عمرك، راني فرحانه بزاف نشهد لكم اليوم اول مشاركه معكم. مرحبا بك، ربي يخليك حبيبتي، حنا محظوظين هذا الصباح. ربي يخليك الحبيبه ديالي، الله يطول لي في عمرك. شكرا الحبيبه ديالي، الله يخليك. انا فتاة واحدة عمري 21 سنة، مخطوبة، ياك هادي تكون شهرين. انا مع الخطيب ديالي مزيان، غنتواصلوا في البورطابل مع الحكم العمل ديالو خارج مدينة خميسات، غنتواصلوا مزيان صراحة، حنا متفاهمين في اي حاجة صغيرة والكبيرة. ياك مشرات بقات لينا في هاد الشهر هذا، بقات لينا واحد سيمانة باش نكتبوا العقد. نقول لك شو دكتورة، سميتو حنا في حكم كنسكنوا في العروبية، انا في الدوار. نقول لك شو دكتورة، راه شي عناصر هنايا، شي دراري في الدوار عيطوا على الخطيب ديالي، قالوا لي هذيك البنت اللي تزوجتي بها راه ما مزياناش، وهادي وفات، قال لي راه مصوره معنا، انت شفتوا لك الصور ديالها في الانترنيت وهادي. صراحه دكتور والله انا ما درت حتى حاجه من هادشي، بقى فيا الحال حيت انا يا هذاك الشيء كله ما كاينش، بقى فيا الحال غير كون هادشي كون غير كاين، كون غير كاين ما يبقاش فيا الحال. وصافي نورمالمون من هذيك اللحظه ملي نسمع الخطيب ديالي هذوك المكالمات اللي اتصلوا بيا ذوك ولاد دوارنا، صافي قطع ليا التليفون. دابا شهر دابا وما كيهضرش معايا لا والو، درنا الخاتم، درنا كل شيء صراحه، الزواج تقليدي الحمد لله، متفاهمين مزيان 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 اكثر ما كتصور دكتوره. ياكو سميتو صراحة منين دخلوا معنا شي هكا، هاد الناس هادو كاع ما كنعرفهم والو، ما عرفوني، جابوا هذه المرا ديال هاد الخطيب ديالي وعيطوا لي قالوا لي لبنى راه ما مزياناش عمرها ديالي. والحمد لله انا الصلاة ديالي بكلشي متقنا، راه متبعد طريق الله،
انا ما غاديش نشكر لك الدكتوره راسي، ما غاديش نشكر لك راسي. هادو عيطوا عليه قالوا لي هذيك البنت ما مزياناش، وهادي راه معانا كل نهار كتمشي مع واحد، وانا دكتوراتي ما عمرني ما درت في حياتي. انا قلت انا الخطيب ديالك لي الا ما تقتيش بيك لي اجي رجلي رجلك عند هادو اللي قالوا لي في هاد الشيء، لي نواجههم نواجههم. انا خلينا دكتوره اسباب ما درت معاه مع هاد السيده، هما قال لي لا يعني جرحوني، قالوا لي شي هضر انا كرامتي هادي ما كتسمح ليش انا نسمع شي هضره عليك، وهادي انا دكتور مجرد راه غنقول لك متفقين على الصغيره والكبيره. اخت لبنى، اخت لبنى، ما حاولوش العائله ديالك انهم يتدخلوا؟ سميتو حتى والديه الخطيب ديالي قالوا لي راه هذيك البنت مزيانه الله يعمرها، دار والديها كنعرفوهم مزيانين، هما غير حنا في واحد الدوار ما واحد الدوار اخر. هو انا مع السيده ما عمري ما شفتو والدي، ما عمري مشتو الا مره واحده شفتني مع الوالده ديالي صافي، وجاو خطبوني ياك سميتو. وقالوا لي خواتات الخطيب ديالي ما بغاوش مو باكل مخاصمين معاه، قال لي مستحيل هاد البنت هادي والديها كنعرفو، مستحيل هاد الشيء دير مستحيل دير. ونورمالمون يا دكتوره ما بغاش والو، قال لهم لا من زمان عيطوا عليا انه هاد الناس هادو من عيطوا عليا صافي، لا انا ما بغيتهاش صافي هادي. ودابا دكتوره انا مؤخرا اتصلت بيه وقال لك يدير ربي اللي فيها الخير ودير فيها، خايفت انا يرجع ليا ولا شي حاجه ويأثر ليا بشي في المستقبل ديالي ولا شي حاجه. انا نعاودكش دكتوره راني تنقول لك الدكتور لا حول ولا قوه الا بالله. نعم جل. والله دكتوره صراحه كان كنصلي وكندعي الله ياخذ فيهم الحق، حيت دكتوره هو معكم في نفس المنطقه، في نفس المنطقه نفس قال لي هادو اللي عيطوا لي قال لك في نفس الدوار ديالك. وانا انا دكتوره حيت انا عمر شي واحد ما عطيت ليه وقت، وهذاك الشيء علاش باغي ينتقموا مني. انا هاد الهضره كلها قلتها لي هاد دكتوره نورمال ما بغاش يفهمني نهائيا نهائيا. نعم. انا دكتوره ما نكذبش عليك، انا تشبكت به كثير حيت لقيت فيه اللي بغيت هو كذلك صراحة. متفقين على الصغيرة والكبيرة، أي حاجة كنقول ليه واخا هو تيقولها ليا، هو تيقول لي قال لي سبحان الله إني بقيت حتى عيط وتحت فيك تسير بنت الناس وهادي وهادي، وكنقول ليه أنا كذلك عاوتاني. نورمالمون بقات لينا جوج سيمانات باش نديرو العقد صافي واتصلوا به. قلت لي علاش؟ قلت لي كون كان هاد الشيء بصح لي نهار الأول يقولوها لي، لي غير باغيين ينتقموا مني وهادي. أنا ما كنعطيش الخطر لشي واحد كيبغي يعطيه معايا. ما صدقكش ولو قلتي له هاد المسائل هادي ولو شرحتي له؟ لا دكتورة هاد الشيء قلتها لي وقلت ليه كثر وكثر وكثر وكثر. دكتورة كنقول لي كنقول لي والله ما كاين والو، كنقول لي شوف إلا ما تقتيش بيا قلت لي أجي رجلي رجلك عند هاد الناس هادو نواجههم نواجههم باش تعرفني على حقيقتي. نعم ويلا سمحتي لي لبنى بقي معنا. رجعنا معكم من جديد مستمعينا الكرام على ميد غاديو، كنرحب بالجميع وبكل من كيستمعنا دائما الى حدود منتصف النهار. وغادي نرجع مباشره عند الدكتوره امل نعامي وهي واعده استاذه باحثه في العلوم الشرعيه للاجابه على لبنى من الخميس. تفضلي دكتوره امل. نعم غنقول الاخت لبنى واحد جوج ديال النقط. النقطه الاولى غنقول لها ان عمر رضي الله عنه وأرضاه لما جاءه شخص يزكي عنده شخص آخر، جاء واحد شخص يزكي عنده شخص آخر، قال له أتعرفه؟ قال نعم. قال أعرفه، حال تنقول احنا بالدجاج كتعرف له؟ الله يا ودي. فقال بقى كيسترسل عمر رضي الله عنه كيسولو، قال له هل أنت جاره؟ واش أنت جاره كتعرفه كتعرف المدخل ديالو والمخرج ديالو؟ قال لا. قال هل صاحبته في سفر كي تعرف الذي تعرف به مكارم الأخلاق؟ قال لا، لأن السفر تنعرفوا فيه الإنسان مزيان والإنسان الخيب ولو كيفاش كيتصرف كنحتكوا به أكثر من غير ديك السلام عليكم وعليكم السلام الابتسامة الشارع كذا كذا فكنحتكوا به. قال له هل عاملته بالدينار والدرهم الذي يعرف به ورع الرجل؟ قال لا. قال لي واش عملتي بالدرهم والدينار اللي كنعرفوا به مثلا هاد الشخص واش كيأدي الامانه، هاد الشخص واش بخيل واش كريم واش كذا واش كذا؟ قال لا. فقال له لعلك رايته في المسجد قائما يصلي يهز راسه بالقران ويركع مره ويسجد اخرى. فقال الرجل نعم. قال له عمر رضي الله عنه اذهب فانك لا تعرفه. فقال ليه كتظن بانك انت غير شتي كيصلي وصافي وراكع ساجد راه عرفتيه مزيان؟ قليلا. فاشنو تنقول لها؟ تنقول لها هذا الشخص غنقولوا ليه كما قال الله تعالى
إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. هذه أمر مهم جدا توفر في كل مؤمن، أنك إلا جاك شي خبر تيقن وتأكد، ما تكونش بحال 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 ديك الوردة الخفيفة، لا بغيناك تكون شجرة قائمة لا تهزها الريح. فماشي أي شخص جاء قال لك شي حاجة، تصوري الأخت لبنى تنقول لك هذا الأمر ربما فيه خير، عسى أن تكرهوا شيئا وخير لكم. هذا الشخص كون حتى تزوجتيه وجاء واحد شخص آخر وقال عليك مثلا شي أمر الذي ليس فيك، ما كاينش فيك، ويصدق مباشرة ويطلقك، ويقدر يكونوا أبناء وكذا وكذا. فإذا ينبغي دائما التثبت والتيقن في كل خبر يأتينا. وأقول لها لا تحزني لا تحزني. فعائشة رضي الله عنها زوجة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قيل فيها ما قيل، تهمها بالزنا، عائشة رضي الله عنها وأرضاها أم المؤمنين تهمت في حادث الإفك، وبرأها الله تعالى من فوق سبع سماوات، من فوق سبع سماوات الله تعالى أنزل فيها آيات تتلى إلى يومنا هذا. فما يبقاش فيك الحال أبدا، ولا تحزني، الخير فيما اختاره الله، لعل الله تعالى استعجل بـ 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 بإظهار حقيقة هذا الشخص، فما فيش خير، الله تعالى يعوضك من أفضل منه، شخص أفضل منه إن شاء الله تعالى يكون تقي. أنت الحمد لله عندك ثقتك في نفسك وعارفة نفسك جيدا، وأنت على دين وعلى خلق لا يهمك. نسأل الله تعالى لك، إلا ما فيش هذا الشخص مازال خير وما بغاش يسمع لك ومباشرة طفع لك التليفون وقطع العلاقة، حتى يعني لم يتثبت وأنت كتقولي له نمشي ونثبتوا الأمر وكذا، لا خير فيه. نسأل الله تعالى لك أفضل منه. نعم، ومشي ناخذ اتصال اخر دائما. مواصل معكم مستمعينا الكرام على ميد غاديو، معنا لالا لطيفه من اكادير. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله وبركاته. الله يجزيك خير، لطيفه من اكادير مرحبا. دكتوره ياك؟ السلام عليكم. نعم تفضلي لالا. مرحبا. تفضلي لالا كنسمعك. الله يخليك، انا قلت لك مزوجه جديد تقريبا شويه معطله 44 هكاك، وانا مزوجه عندي 4 دراري. نعم. والراجل شويه، والراجل صعيب معايا بزاف فهمتي، كيقول لك تعطي جوج زعما طيعه اكثر ما اكثر من القياس، سمح ساعتي وسمح حياتي كلها باش زعما نطيعو باش نسعدو، والو السعاده ما كاينش. ودابا دابا الدراري عندي 4 دراري، ولكن انا قاسيت حتى ولدت دوك 4 دراري، وقلت انا ربما يسمح الامور قد ما هو كيكبر وهو كيصعب اكثر. دابا الاولاد اللي ولاو الدراري مرضوا شي مرض بالاعصاب، شي ما بقاش تقدروا يستحملوا فهمتي. نعم. انا قدرت نستحمل، صبرت للدراري، ما عندي ما ندير خصني نصبر لهم، ولكن دابا الدراري اللي مرضوا ليا ما كيسبوا عاير وما يعيط عليا بسميتي، لا نسي السعادة ما كايناش نهائيا في حياتنا. شحال من سنة عند الزوج ديالك اللطيفة؟ الزوج ديالي دابا تقريبا 70، دابا وصل 70، وقد ما كيكبر هو وحنا كنقولوا يتصوب شوية الأمور وهي كتصعب أكثر. شحال هادي باش تزوجتو؟ 44 تقريبا. 44 سنة؟ 44 سنة باش تزوجتو؟ باش تزوجنا كيك راحنا معاطلين زعما ماشي معاطلين شوية، ولكن قلت ربما تقولي شي كلمة شوية غير هي حنا صافي مع الدراري. دابا اللي وليت عندي مشكل مع الدراري، انا خلاص دوزت حياتي صبرت، ولكن هو ما قدروش يصبروا فهمتي. دابا البنت عندي كاع خدا كاع مرضات ما كتقدرش. كيفاش علاقته مع وليداته؟ شتا هو علاقته مع الابناء مع ولادو؟ على العلاقه ديالو مع الدراري، ما كيصبرش معاهم، ممكن يغيرهم اكثر. وانا هنا أكثر، هنا هي بزاف كاع، هما كيمرضوا دابا من جلسي، أنا كيشوفوا ما كيعاملنيش معاملة حسنة وسبان، وأنا ما كنردش عليه كاع نهائيا، مهما كيسب ولا عاير ما ردش عليه. مزيان. هما كيتأثروا فهمتي. السن ديال الأبناء ديالك شحال؟ السن تبارك الله دابا واحد راه عنده 43، 41 تقريبا الكبير، والصغير راه عنده 25. كبروا الدراري كبروا، ولكن هذاك هو المشكل دابا، ما بقاوش يقدروا يستحملوا. هذا العيام ما صبر فيهم، كيقول لك لا انت صبرتي بزاف هذه فهمتي. نعم واخا نجاوبك الله لطيفه، نجاوبك ان شاء الله. الدراري اش غادي ديري؟ مشكل، ما عرفتش اش غادي ندير، واخا القضيه مأخره شويه، ولكن نصحيني بشي. هو الان ما كيشتغلش؟ نعم ما كيشتغلش دابا، لا نتلس، ولكن قلت لك ما عملني واحد المعامله، ما قدرت حتى شي وحده تصبر داك الشيء اللي صبرت لي انا،
من البدايه ولا عاد دابا؟ لا من البدايه ما كناش كنعرفوه، يعني الاب ديالي ما كانش من النهار الاول اولا من حتى مؤخرا عاد تغير هكذا في التصرفات ديالو. ديك هذاك العام هكا شويه، ولكن هو واعر وكيعاودوا عليه، ايوا كيعاودوا عليه هي هذاك الشيء واعر في الاول، وانا ما عرفت ملي ولد ما فيش خديت نصبر في الدري، هي هذيك زدت ثلاثه اخرين بقات القضيه هي هذيك واعري واعر صافي. ودابا معاه في الدار وليداتو كاملين في الدار معاه، ولكن هو قاسي قاسي ما كيتبدلش. ايوا حلو خلص. لا اله الا الله. ايوا الصبر لا لطيفه، الصبر منجاوبك ان شاء الله تعالى. ما ملي جات كتقول لك راه لا حول ولا قوه الا بالله، كامرا ما تقدرش تصبر هادشي اللي صبرتي. الاولاد قالوا لك انت علاش صبرتي علينا، ما كنتيش تصبري علينا حنا على هذه الحاله. دابا حنا ولينا كنتعذبوا في طريقك، فهمتي؟ ولكن لا لطيفه، هاد الزوج ديالك تينفق عليكم الحمد لله، يعني مسكنهم في ال... ايوا اللهم لك الحمد والشكر. ولكن واعر فمو ما كيسكتش، وانا خصني ما نتاخر ساعه واش نقول لك؟ ربما عنده امراض، ربما لا؟ ما عندي حتى شي امراض اختي، غير الحاله فيه كيعاودوا عليه والدي وخوتو داك الشيء، وكنبقى فيه من صغرو كان هكاك. ما عنده لا سكري لا ضغط لا حتى حاجه؟ سكري لا عنده السكري، دابا حتى الاخير عاد بدا السكر، ما الشباب وما كانش فيه، دابا عاد ولا فيه السكر. ايوا اختي هذا اللي كاين. نعم مرحبا لطيفه، مرحبا. الله يبارك فيك. نسد لي دكتور امل جاوبوا على نعم تنقولوا الاخت لطيفه، لا شك هذا الزوج يعني عاش معاه سنوات وسنوات طويله، يعني 44 سنه وهو الان في سن متقدم 70 سنه، بمعنى كيف ما تحملاته سابقا وكما قالت هي كيزيد عاد كيزيد، فربما بحكم السن حكم المرض، عنده مرض السكري عنده كذا، فنقولوا لها زيدي تحملي وصبري، الحمد لله كبرتي وليداتك والابناء، تنقول لهم لا شأن لكم في العلاقه بين الاب بين الزوجه وبين الزوج. نعم. يعني فعلا هو الاب ديالكم، ولكن حاولوا انكم نتوما ما تاثروش ابدا، يقدموا له نصيحه ان استطعتم لكن بالحسنى، فلان الله سبحانه وتعالى اوصى بالوالدين خاصه عند الكبر، فالله عز وجل يقول اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما. فهو على كل حال تيبقى الاب ديالكم وله جزيل الشكر، وفر لكم الظروف يعني وقريتوا وخدمتوا وكبرتوا والحمد لله تينفق عليهم ما عندهم حتى شي اشكال، فمساله العصبيه او الالفاظ او كذا بينه وبين زوجة ديالو يعني هي المسائل اللي كيخصو يفهموها وليداتو من الاولين. السكري مرض اللي كيزيد من عصبيه الشخص، السن ايضا 70 سنه راه ماشي سهل الانسان يعيش 70 سنه متقدم، بطبيعه الحال كتكون شويه العصبيه زايده، وشوف الظروف اللي عايش فيها هو واللي عاشها. نعم. وخاصه ملي كيكون الانسان كما كنقولوا حنا مجهد فاش كيبر وكيبدا الذات ديالو كيبدا يحس بحال كيقول لك ذاتي كتخوني ما تيقبلهاش، كيحس به ضعف، كيحس به تقليل من قيمته، كيحس به مجموعه من الامور. لا ما يتأفوش ابدا من هذا الوضع، بالعكس هما يحاولوا يدخلوا السرور والبهجه الى قلب هذا الرجل. نعم. يحيطوا به اكثر، يحضنوه اكثر كيف ما هو رعاهم، وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيره. بالعكس هو محتاج منهم انه القرب، محتاج منهم انهم يرعاوه، محتاج انهم يسعوا للسعاده ديالو، يدخلوا البهجه والسرور، يشغلوه بشي امور اللي هو تيحبها، فغينسى هو هذاك كي تنقولوا حنا النقير وديك السب والشتم، فيدخلوا البهجه والسرور. هو مسكين الان في سن متقدم، ونسال الله تعالى انهم يتيبهم على هذا الاجر، وحتى الزوجه ان شاء الله يعني ماجوره على هذا الصبر ديالها، وتخلق يعني جو لطيف بينها وبينه، استطعت انها تخرج هي وياه، تجلس هي وياه، تفرج في شي امر اللي هو مزيان، جر والحفظ القران الكريم، لسماع الدروس، لذكر الله تعالى، الا بذكر الله تطمئن القلوب، فمجموعه من الامور هما اذا الابناء ماشي يبقاو يقولوا للام ديالهم انت علاش صبرتي وعلاش درتي، لا بالعكس هي صبرات الله يجازيها بخير، خلاتهم يعني مجموعين وشملهم مجموع. ف هو الان في سن كما قلنا متقدم، يحاولوا يبروا به ويحاولوا يصلحوا بيناتهم بالحسنى، يصلحوا بيناتهم، ونسال الله تعالى لهم التوفيق. امين يا رب. غادي نتوقفوا مستمعينا الكرام للحظات مع هاد الانشوده الدينيه وراجعين نستقبلوا. رجعنا لكم جديد مستمعينا الكرام على ميد غاديو، مازال مواصلين ومستمعين مع بعدنا حتى المنتصف النهار، وبرنامجكم سيدة النساء. غادي نمشي مباشرة ناخذ معايا مكالمة جديدة، معنا لالا حنان من الدار البيضاء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الو مرحبا بلالا.
السلام عليكم. عليكم السلام. بخير، شكرا على البرامج ديالكم. مرحبا بالحسنة. الله يطول عليك. الله يبارك فيك. انا ممكن نستشر مع الدكتوره اللي جات على خاطر. مرحبا. بارك الله فيك، شكرا. مخليك انا سيده متزوجه، عندي وليد عنده 7 سنين. هي هو اللي بغيت نتشاور معك. مرتبكه شويه. غير شويه عليك اللحانه. بارك الله فيك. مرحبا. الله يجزيك بخير. عندي مشكل انا وراجلي، انا خدامه وتقريبا انا اللي هذا المسؤوليه. كيفي تنقول دابا يسهل الله، الراجل راه عنده مشاكل في الخدمه ديالو، دابا يدير دابا ويقدر. انا قلت داكشي راجع لعدم الاختيار ديالي انا، هو نهار الاول حيت ما اختاريتش مزيان، خديت انا القرار نهار الاول. كيفي دابا انا هزة تقريبا كلشي انا اللي كنت، انا هي الراجل ديال الدار. واش شرعا ودينا نورمالمون الراجل خاصو هو اللي يقوم بالمراه، هو اللي يدير بها، ولكن انت تقول عاوتاني من ناحيه الصبر دير على راجلك وتكافح معاه ودير، ما حيره في هذا. شحال تزوجتو لحنان؟ شحال هذه باش تزوجتو؟ هذه دابا طالعين في التاسع، 8 سنين دابا. 8 سنين من البدايه هو ما خدامش؟ لا ماشي ما خدامش، خدامي هو العمل ديالو، المردود ديالو كاين شهر يدير كاين شهر ما يديرش، مدخول فريمون بسيط، غير قار. غير قار، ما عندوش شي مدخول، حيت داكشي خاص ماشي شي شركه ولا شي، عنده شي صالير اللي ديما فيكس. نعم. مهنه حره، فهمتي كيفاش؟ نعم. كيف كاين شهر يدخل شهر ما يدخلش، وهو الاخلاق ديالو مزيانه درويش وكل شيء، ولكن المشكل هو هذا، المشكل باني انا من هذه الناحيه بعد نوبه تطلع لي الزعاف، تنقولوا انا عييت انا هذا انا هذا. ما عندكش علاش يطلع لك الزعاف اللحنان؟ اي وليلي الله، عاوتاني كيف تيقولتي عيا داك اللي تيعطي وداك اللي تياخذ راه ما تيعياش. انت الحمد لله خدامه، يعني عندك عمل قار. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. تنقول انا مكافحه مع راجلي ومع ولدي وباغا نزيد مازال قدام، وبالعكس انا تنقلب على شي حاجه فاش نحس اللي هو الوضع ديالو ولا يبدل داك العمل ديالو ولا ما مناسبوش ولا هذا، ولكن هو مأثر بالعمل ديالو، هو باغي تيقول لك انا قريت ووصلت لهذا المستوى باش ماشي في اخر قطف تقولي لي انت بدلي المهنه ديالي، بالاخص انا بيني وبينه فرق ديال العمر. كيف ما عرفت بحال انا تنبان له بحال انا تنخربق، بحال انا ما عرفت الغيزورمون ديالي غلط، فهمتي؟ ما تيبان لي المسائل بحال هكا، تنقول ما عنديش خيار، خاصني نصبر راجلي، ما عنديش فين نمشي، ارجع عاد عند دار والديا غادي عاد نكون عيب عليهم. نعم مأجورة إن شاء الله، نجاوبك نجاوبك اللحنان. بارك الله فيك لالا، الله يجزيك بخير وشكرا بزاف على هذا البرنامج. الله يتبارك الله يتبارك. آمين لالا، الله يجزيك بخير، شكرا. تحياتنا لك لالا حنان. بارك الله دكتورة أمل. إذا غنقول لها هذا الزوج ديال لحنان الحمد لله فيه صفات كريمة كيف ما كتذكر بأن أخلاقه حسن وكذا، لا يعيب الرجل أنه عنده مشكل وضائقة مالية، ما نقولوش لها أن فاش ولات عنده ضائقة مالية أو لا حتى العمل دياله غير مستقر أو لا كذا أنها تتخلى عليه وأنها ترجع لبيت والديها وأنها تطلقنا، أبدا هذا لا يقول به لا دين ولا عاقل. فهو يعني عنده عمل ماشي كيشتغل، ولكن يعني مدخوله غير قار، والرزق على الله سبحانه وتعالى. نعم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، رزقها وأجلها، فالرزق على الله سبحانه وتعالى. نعم. فإذا الرزق ديالو وديالها غادي يكتب الله تعالى وغادي ينزل ما دام الإنسان يسعى إليه، لأن الرزق فيه ينبغي السعي والتوكل على الله سبحانه وتعالى، أمران مهمان. ما دام هو ما قالش مربع يديه ويسعى إلى ذلك الرزق فهذا فيه خير، والحمد لله هي عندها مدخول ديالها، فهذا فيه خير وفيه تعاون، والحياة الزوجية تحتاج إلى تعاون خاصة إذا كانت بحال الظروف هذه. فهي إذا أنفقت فهي مأجورة، إذا كانت النفقة على غير بيت الزوجية فيها أجر وفيها ثواب، ما بالك إذا أنفقت هي على بيتها وعلى وليدها وعلى عائلتها، مأجورة إن شاء الله تعالى. أي دينار وأي درهم كتنفقه فهي يكتب لها بحسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن خير دينار ينفقه الرجل فقال دينار ينفقه على أهله،
فإذا هذه كتنفق وكتساعد زوجها، هذا من البر كذلك بالزوج، ويدخل في حسن معاشرة الزوج والإحسان إليه، فهي مأجورة وتصبر. والحمد لله يعني قالت أن عنده واحد تكوين أو لكذا يستطيع أنه يبحث على عمل آخر، تحاول أنه تقنعه بأن يكون. وهذه دائما الأعمال الحرة هكا، مرة طالعة مرة نازلة، هذه معروفة. نعم. فماشي دائما اللي هذاك اللي عنده واحد مدخل مستقر هو اللي غتعيش معاه مزيان، يقدر يجي هذاك الإنسان اللي عنده مدخل مستقر يجي شي نهار ويتطرد من الشغل ومن العمل. وممكن وكنعرفوا يعني ناس كثار اللي هما عندهم مثلا محل تجاره او كذا كتكون المدخول ديالها غير قار، ولكن كاين احيانا اللي كتطلع فيه المدخول كيطلع كبير حتى كيغنيهم، واحيانا تينزل، وهذه هي الحياه، وتكون عندها يقين في الله سبحانه وتعالى. فمن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وعليها بالاعتصام بالله سبحانه وتعالى وكثرة الدعاء والاستغفار، فإن الاستغفار هو باب من أبواب الرزق. الله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ يقول عز وجل استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل، كاين خمسة الأمور اللي كناخدها من الاستغفار، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. إذا الاستغفار يولد الرزق، الاستغفار يولد المال. فكان سفيان الثوري لما كان يعني كتجيه مثلا امرأة عقيم وتقول له إن ادعو الله لي أن يرزقني الولد، فاش يقول لها؟ تقول عليك بالاستغفار، إلزمي الاستغفار، كتمشي الصبر. كيجي عنده عاوتاني شخص آخر تقول له أنا فقير وأحتاج إلى مال، تقول له إلزم الاستغفار. فسئل قال لماذا يعني كل ما سألناك على شي حاجة وطلبنا منك بأنك تدعي لنا الله عز وجل لأنه كونه يعني من سلف صالح وكذا، قال له ألم تسمعوا قول الله تعالى استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. فإذا لزوم الاستغفار والدعاء والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل يفتح عليهم أبواب الخير. ثم حتى أن العلماء تقولوا أن زكاة المرأة لزوجها الفقير جائزة، يعني هنا كتقوم هي بواحد العمل اللي فيه خير إن شاء الله تعالى ومأجورة عليه، ونسأل الله تعالى أن يوسع لهما في الرزق وأن يفتح لهما أبواب الخير يا رب. نمشوف أسئلة لاني مستمعينا ورجعين معكم. رجعنا لكم جديد مستمعينا الكرام على ميد راديو، واصلين ومستمرين معكم دائما الى حدود منتصف النهار. سنرحب بكل اوفياء وغنمشيو لحدا ناخذوا معنا لالا احسان من الدار البيضاء، ودائما برنامجكم سيدات والنساء. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. عليكم السلام، مرحبا بلالا. الله يطول عمرك، بارك الله فيك. تفضلي لالا احسان. مرحبا. وي بغيت نقول لك ديجا واحد اتخونجا مهم دابا هنا البروبليم اللي وقع بيناتنا لا باش يسلم صافي في العقد، مهم في العقد مهم قال هذا وهذا، ولكن مي ابري في الحياه هذا يعني ما علاقه لا بلاتي وقرر انه يسلم ولكن ما يعني من قرر انه يسلم واش مشى للمسجد وصوب وثيقه الاسلام عند العدل وي نعم. يعني صوب الوثيقه ديالو وخديتو العقد ديالكم واخا، ولكن في يعني من جينا في الحياه وهذا ما بغى يصلي، ما قال لي انت يا حظك في على دينك، انت على دينك وانا على ديني، يعني هكذا بمعنى شنو كيقصد به انت على دينك وانا على ديني؟ واش هو مازال كيامن بالاسلام وغير مثلا متهاون في الصلاه؟ واش عارف بان الصلاه واجبه؟ كتقولي له بان الصلاه راها واجبه وي انا شرحت لكم شي وقال غير من البدايه شرحتي له الامور قال غير الشهاده غير باش يرضيني انا باش يتزوج، المهم باش يتزوج بانا وصافي، ولكن ما بغاش يسلم. فوالا شنو نقول لك، ما وضحش شويه لالا احسان. لا احسان غير باش نتفاهموا على واحد الامر، واش تحول رجع للدين ديالو هو شنو كان مسيحي؟ فوالا زعما كان نعم، يعني هو رغم انه دار الشهاده ودخل المسجد واسلم
ملي تزوج بك ارتد يعني رجع ارتد عن الشهادة ديالو ورجع للدين المسيحية. فوالا ما غاديش يتزوج بي وصافي. كيما بعد انا واقفة مع الطلاق باسكو ما نقدرش نبقى نجاب واحد ماشي مزيان. فوالا نعم 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 ان شاء الله نجاوبك لا احسان. ميرسي ربي يخليك. تحياتي لك شكرا جزيلا. تفضلي دكتور امل. لا احسان يعني تنقولوا بان خير ما فعلت خير ما فعلت. فاش تيكون هذا الزواج هذا قائم بين مسلمه وبين اجنبي، يعني هنا المقصود اجنبي غير مسلم، وتيبغي انه باش يتزوج بها غير ارضاء لها فقط يسلم، ارضاء لها كينطق بالشهادتين. حنا ما تنطعنوش، الله تعالى يتولى السرائر، نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. ولكن تنصح الفتيات انها ان اقدمت على زواج من غير مسلم انها توضح له جيدا الدين، توضح له جيدا ما هو الاسلام وشريعة الاسلام واحكام الاسلام وعلى ماذا يقوم الاسلام، شنو هي اركان الاسلام. حيت كاين اللي كيشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ولا يقيم الصلاه وما كيعرفش ان الصلاه واجبه، وقد يجحد وجوب الصلاه فلان يقبل، قد يقبل اقول من المؤمن انه يكون يتهاون في الصلاه لكن يؤمن بوجوبها، تيقول الصلاه واجبه ولكن راه تيجتهد باش يصلي. اما اللي تيقول لك والصلاه غير واجبه فهذا كفر، هذا كفر. فإذا خص دائما الفتيات ما يتسرعوش في الزواج بغير المسلم الأجنبي فقط من أجل كذا أو من أجل كذا، تحدد معاه الأمور وضعها النقاط وتعطي الفرصة لنفسها ووقت كافي لمعرفة هذا الشخص، هل استقام دينه أم لا، واش الدين ديالو كان مستقيم بمعنى راه حسن إسلامه أم لازال على ملته الأولى، أم لازال على دينه مثلا المسيحية أو إلى غير ذلك. فالتسرع في هذا الأمر لا غير مطلوب، غير مطلوب، وفيه يعني أمور هي وخيمة. والأخت إحسان تنقول لها مادام هذا الشخص يعني أسلم فقط لإرضائك ومن بعد ارتد ورجع إلى دينه الأصلي فهذا لا يجوز إطلاقا أنها تبقى زوجة له. نعم. فتخدم على الطلاق. ونتمنى ولا التوفيق يا رب. نمشيو ناخذوا معنا لالا اكرام من سطات. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. عليكم السلام. مرحبا لالا. كي دايره؟ لاباس عليكم. الله يطول عمرك بارك الله فيك. تفضلي لالا اكرام. انا في عمري 22 عام، تقدم لي واحد الشاب صراحه اخلاق مزيانين، كيخاف الله كيصلي، كل شيء زعما حوايج زوينين فيه، غير هو المشكل اللي كاين دابا. قال لي انا يلا خديت واحد الدبلوم انايا وقال لي ما بغيتكش تخدمي، من بعد ما تخدمي زعما. نعم. قال لي زعما عين فوا نتزوجو، قال لي انا ما خاصني تا خير، خدام مزيان، قال لي علاش هاد الخدمة اصلا. اذا هذا الدبلوم اللي خديتي لإكرام واش كيأهلك لشي عمل اللي هو فيه مخالفة شرعية او لا فيه مثلا شي عمل بالليل او لا فيه شي اضاعة لحقوق الحياة الزوجية؟ في عمل بالليل، هو انا خديت ديبلوم في الانفيرميه. ودابا يلا قال لي هو يعني زعما يقدروا يلوحوك في واحد المدينه زعما بعيده على المدينه اللي انا خدام فيها وعندك الخدمه بالليل زعما. لا اكرام، شوفي انت شنو بغيتي. فاول شيء انا نقدر نقول لك بان هذا العمل اللي انت اختاريتيه ولله الحمد فيه الخير كثير ومأجور عليه، يعني الممرضة والتطبيب وهذه المسائل كلها فيها أجر وثواب كبير عند الله سبحانه وتعالى. وما نستبقوش الأمور، علاش كنستبقوا الأمور؟ ممكن أنهم يعطوك شي مكان اللي يكون قريب لك، علاش بالضرورة يقول بأنه ممكن يعطوك شي مكان اللي بعيد؟ وحتى إلا عطوك مثلا مكان بعيد ممكن أنك يدير التحاق بالزوج مثلا، وشي ممكن هو في حالة ما احنا نوضعوا الاحتمالات ان اللي عطاو مثلا جاك تعيين في شي مكان بعيد، ممكن انه هو يغير يعني في العمل ديالو يستطيع انه يلتحق بك عمل حر ام لا عنده عمل قار، عمل يعني في وظيفة ولا في اش من نوع العمل اللي عنده. لالا اكرم هو خدام في الوصيبي. بدون ديك الاسماء. نعم. الله يخليك بدون ديك. نعم. الاسماء معليش. نعم. تفضل. ماشي اشكال. نعم. اذا يعني كيشتغل في مؤسسه. نعم. شنو انت كتفضلي لالا اكرام؟
شنو انت بغيت؟ انا دابا المشكل دابا دابا اولا انا خفت دير شي حاجه ومن بعد زعما ندب عليها زعما نلقى واحد الراجل زعما اللي يتبدل عليا ولا شي حاجه واخا هو كيبان واحد الراجل مزيان ولكن زعما انا خفت قلت زعما نخلي الخدمه ديالي ومن بعد زعما نلقى مشاكل وندير زعما نقول كل غير خدمت وكل غير بقيت خدامه. نعم نعم نجاوبك. لا هو اصلا هو اصلا قال لي واخا يلوحك حدايا في واحد البلاصه زعما انا بغيتك تخدمي انا باغي وحده ما خداماش يعني حيت انا كنلقى مشاكل في الخدمه ديالي زعما انا راجل وكنلقى مشاكل زعما انت مراه واشنو زعما تقدر توقع لك شي حاجه في الخدمه تخرج جيب لي زعما يتعرض لك شي واحد بحال هكا. نعم تفضلي امل نجاوبك. لا اكرام مادام هي قرات وخدات واحد المسلك ديال واحد المهنه اللي هي مهنه شريفه ونحيي الممرضين والممرضات والاطباء ونحييو هاد اصحاب يعني هاد القطاع المهم جدا واللي عندنا فيه خصاص كبير في يعني في مجتمعنا المغربي محتاجينه فكنحيوهم وتنقولوا لها مادام هي نهجات هاد المنهج هذا وقرات والا باغا تحقق يعني باغا تفعل باغا تشتغل بغات تخدم فاذا غتخدم في هذا المجال اللي هو مجال طيب. وكنظن بان مادام هي كطرح التساؤل والا باقي ما عرفتش شنو بغات. هي بغات هذا الزوج لانه صالح ومتدين ومتخلق في نفس الوقت ما بغاتش تخلى على العمل ديالها. فكنقول لها الا جمعتي بين الحسنين يكون افضل. حاولي ما امكن انك تقنعي هذا الشخص بانك انت في العمل ديالك ان شاء الله تعالى غادي تكوني موفقه في الحياه الزوجيه وبالعمل ديالك وما غيتعارضش ابدا وما عنده علاش غادي يخاف عليك. هي مهنه شريفه ماشي شي مهنه اللي هي فيها ضرر مثلا على المراه في دينها او لا في خلقها او لا كذا بالعكس فهي فيها شرف لهذه المراه. فاذا حاولي ما امكن انك تقنعي هذا الشخص الى اقتنع بها ونعمت ما اقتنع شيء يبقى لك الاختيار يبقى لك الاختيار الأمر يعود إليك وفكري جيدا واستخيري الله سبحانه وتعالى واستشيري الناس يعني المقربين ليك شوفي الوالدين ديالك حتى هما عندهم دور لأنهم قراوك وكذا وكذا غيبغيوك أن تشتغل أو لا كذا. فحاولي ما أمكن أنك تجلسي مع نفسك واحد الجلسة وديري واحد الورقة وقلم وسجلي شنو هي الأولويات ديالك وحتى مثلا وفق الله تعالى بينك وبين هذا الشخص راه هو اللي كتبه الله تعالى ما وفقش الله راه الله عز وجل أعد لك من هو خير منه. نعم ونسأل الله التوفيق للجميع. غنمشيو ناخذ معنا اتصال معنا لالا ناديه من أكادير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم اختي. مرحبا لالا. نعم الله يطول عمرك. مرحبا تفضلي يا اختي. لاباس بارك الله فيك لالا اختك. كيدايره الاخت الاستاذ اللي معنا؟ مرحبا كنشكركم اختي على البرنامج وعلى هذه الالتفاته اللي تقدموا اللي تخلوا الناس انهم تستافدوا منكم بزاف. بارك الله فيك مرحبا. اول حاجه اختي انا عندي واحد سميتو مع الام ديالي لان تجيني تخلي معنا انا ما كنقاهاش انها تقول لي شي حوايج لي يعني كان ربما كنكون انا ماشي ما ترضاهاش بزاف الحوايج ولكن هي ملي تخاف عليا ولا شي حاجه تجيني انني انايا بحال اللي كان ما كنقاهاش وخاف انني يكون صدر الضغط عليا ولا وكنت من أختي أنك تعطيني شي نصيحة اللي تخليني أنا نقع الأم ديالي. نعم الأم ديالك أنت كترعيها يعني جالسة معها في الدار كتقومي بالواجبات؟ جالسة معها في الدار كديري مجهودك البر بها وكل شيء وهي هذا الأمر ما ولو كديري اللي درتي ما كيرضيهاش أو لا كيف؟ لا ربما انني كتقول لي ديري شي حاجه او لا بعض المرات ما تكونش انني يعني النفسيه ديالي ما كتكونش هي هذيك ونقول لها لا ولا شي حاجه تتخاصم عليا بعض المرات انني تنسكت بعض المرات انني تنقدر انني نجاوب على شي حاجه اللي كتقلقها وما عرفتش. نعم نعم
نعم نجاوبك الاخت ناديه. تحيه لك لاله ناديه، شكرا على تواصلك معنا. تسدلي دكتور امل الاجابه. اولا كنحيي الاخت ناديه على حرصها على البر بامها، يعني وعندها واحد الحرقه وباغا ترضي الام ديالها، هذا من اعظم البر. فالله تعالى اوصانا بالوالدين واوصانا بالام على الام بالخصوص. نعم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن من هو احق الناس بحسن صحابتي قال امك، قال ثم من؟ قال امك، قال ثم من؟ قال امك، قال ثم من؟ قال ابوك. فاذا ثلاث ارباع البر والاحسان للام وكذلك للاب. لماذا الام؟ لان الام تحملت يعني مشقه الحمل، الرضاع، الولاده، الام تكون رقيقه، هذه طبيعه الانثى عموما، طبيعه الانثى عموما. فاذا هي الاخت ناديه تحاول ما امكن انها تبر بالام ديالها وتكون لينه معها. فهذا اللين سيطفئ غضب الام، يطفئ غضب الام. وحتى الى صدر من الام ديالها مثلا شي غضب او لكذا، لا تلتفت اليه، واخفض لهما جناح الذل من الرحمه، واخفض لهما جناح الذل من الرحمه، خاصه عند الكبر، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. فاذا تكون هينه لينه بين يدي امها، ما ترفعش صوتها عليها ابدا، وتكلمها بادب وباحترام تامين، وتقوم بواجباتها. وبعد ذلك حتى الا ما رضاتش عليها الام ديالها، لا ضير عليها، لا ضير، مادام هي قايمه بالواجب. نعم. وتسعى الى ذلك، حيت هنا علاش نلقاو واحد الامر اخر، بعض الامهات اللي كيبداو يهددوا بسخطوا الرضا. آه نعم للاسف تتلقى مثلا الابن او البنت كيقوموا بمجهود كبير مع الوالدين، وهو صحيح اننا لا نوفي حق الوالدين ولو شنو ما درنا، لكن لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فاذا قمتي بالواجب، كنتي هين لين معاهم، لطيف، تتراعي يعني مشاعرهم، كتراعي مجموعه مسائل، لكن فوق طاقته الانسان لا يلام. كاين اللي واخا ما عرفش شنو دير معاه لا يرضى ابدا. فاذا يعني كتغيب هذه المساله على الاباء، راه يا ويل الابناء من سخط الاباء. أكيد. ويا ويل الاباء من سخط الابناء. بزاف ديال الناس كيستغلوا هذه الصوره للضغط على ابنائهم. نعم. خاصه في مسائل اخرى ممكن نطرقوا لها ان شاء الله تعالى، يعني خاصه يعني التدخل في الحياه الاخر، في كذا، فهذا لا، البر مع الوالدين عنده حدوده، بمعنى المعاملة الحسنة، الإنفاق إلا كانت في حاجة، الزيارة، القيام على شؤونها، كذا كذا. لكن أن تتدخل مثلا في أمور أخرى وكتقول لك هالسخط هالرضا في أمور تغضب الله في الأصل، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. الله تعالى يقول وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. فلا تطعهما، صافي ما تطيعش الأم ديالك ولا الأب ديالك في شيء أمر اللي هو فيه معصية الله. وصاحبهما في الدنيا معروفة. وصاحبهما في الدنيا مصاحبة كينا، وحاول تراضيها وخديها على قد عقلها وخديها. احنا يعني في سن المتقدمة الوالدين لا شك خص البر يزيد ويتضاعف، ولكن الإنسان يكون ذكي، يكون عنده واحد الذكاء. الحاجة اللي كترضيهم يديرهم، وحتى الحاجة اللي بغي يديرها هو وفيه مصلحته الدينية أو الاجتماعية يديرها بدون أن يغضبهما، فهمتي؟ نعم. يعني يكون واحد الذكاء حاصل. ونتمنى توفيق الجميع يا رب. واللحظة غادي نمشيو لزاوية أم حبيب الله من العيون. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، كيف الحال؟ الحمد لله، شخباركم؟ أموركم طيبة، اللهم لك الحمد. الحمد لله، بارك الله فيك. كاين شي صاد؟ أيوا الحمد لله، بعد اليوم يبان بعد اليوم الحمان يا رب، رانا الحمد لله كل حال. مرحبا بأم حبيب الله، وهي سيدة من الأقاليم الجنوبية وعضوة بالمجلس العلمي بالعيون. أم حبيب الله، موضوعنا اليوم عن فن اختيار الزوج، فكيفاش كتختار المرأة الصحراوية الزوج ديالها؟ هو بالنسبة للمرأة الصحراوية كيف جميع النساء، لأنه كان أساسين اللي كما الله سبحانه وتعالى بيّن على، كما أن الله تعالى سبحانه الله جعل للرجال حقا في أن يختار شريكة لحياته وفق معايير خاصة به، فقد كثر إسلام المرأة حقها هي الأخرى في القبول والرفض، فهي سبحان الله حتى يرى إنسانا مثلها مثل الرجل، عليها مثل ما عليه من الحقوق والواجبات. لذلك أولا بالنسبة لنصيحتي لكل وصايا غالية لكل فتاة على أعتاب الزواج،
وأولا ألا تجعل فتى أحلامها ملكا مقرب ولا نبي مرسل، بمعنى أن لا يكون لا تدرس بالها على أن هذاك الزوج اللي باغي يعود خالي من العيوب ولا معصوم من الأخطاء، بل يجب أن تفكر برجل يخطئ ويصيب وفيه عيوب. المسألة الثانية هي ألا تتمنى الرجل الغني ولكن يكون فقير من الخلق ومن الدين، لأنه لطاعة الله والله خير ممن اكتسب مالا وجمالا، فهي تجعل من المرأة مرأة وتصنع من الرجال رجالا. وبالنسبة ولا تجعل المرأة جمال الصورة يطغي على حسها وجدانها، لأنه فرب جميل المظهر قبيح السلوك أو العكس، لأن ما تشوف الناس المسائل اللي هي المادية ولا تشوف المظهر ولا تشوف المادة، وإنما تشوف اللي هي المسائل اللي هي الركيزة الصحيحة اللي هي الدين والخلق. نفرض هي قاعدة تضايق على جماله، قاعدة تفوت معاه مدة ولا تقدر تحمل وتولد، تتغير هيئة المرأة. يقد هو قاعد يقول لك أنت أنا قاعد أزين منك أنت، تقد هي مريقة عن بيناتهم مشاكل وخصام. ولكن من يعود الزوج قاعدة تعلي حساس أسس دين وخلق، هذا قالك إذا أحبها أكرمها وإذا كرهها لم يظلمها. يعني من فسروها العلماء قالوا عنها إذا أحبها معنى أن ذا كامل للزين عندها يعدلوا لها، ولكن إذا اللي عدلها ولكن إذا ما بغاها ولا حصل لهم فطور في المحبة لا يعود بعد لا يظلمها، لا يتقي فيها الله يغار بعد ما ولي يظلمها، إما إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. والمسألة الثانية اللي كان أجبر سبحان الله عد أغلبية العليات في هذا في الأونة الأخيرة هي على أنها المرأة سبحان الله تهدي نفسها لمجرد سنها ولا الظروف، وكان بي الظروف خاصة يتزوج، يعني كتقفل جميع الأبواب وكتخلي باب واحد هو باب الزواج، يعني عملوا ذاك الباب يعود مفتوح للجهنم، يعني سواء كان سكير ولا يعود مبتلي ولا يعود عاق. أنا تقول لك أنا باغي نتزوج وكسنا، ولكن إياك ثم إياك أن تهدي نفسك لمجرد سنك أو ظروفك، ولكن فكري وتأني، يعني كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم الكيف من دانت نفسه. احنا قاعد هذه عندنا كلمة نقولها لا تكيسي، بمعنى أنك لا ارتاح شوي بعد فكري، ومع ذلك مولي ضروري ما تشرك أبوها في الأمر، لأن سبحان الله الوالدين من يقولك المسألة عندك المسألة صالحة صالحة ولا عندك المسألة عنها ما صالحة، عنك اللقب ضد رأيهم، لأنك لا تعاقبت مع رأيهم سبحان الله ذا كامل، لأنه كيف الله سبحانه وتعالى كيف العادة أعطاهم رادار سبحان الله يحسوا عندك المسألة. جي أولا تصلي صلاة الاستخارة، تشاوري للمحيط بك، ولكن مين تقول لك والديك ولا أمك ولا أبوك عندك ذيك المسألة يا منتي أنا هذاك الراجل ماني مرتاح له، نفرض عليه هيئة الالتزام ولكن القلب رجاج ما عارف الكبير، تقول كم انت هذا كراه الراجل ماني مرتاح له ولا هذاك مرتاح له اللي قاتلك عدليه. نعم تحياتنا لك أم حبيب الله، مشكورة جزيل الشكر على هذه الشهادة الطيبة، دائما خلال زاوية أم حبيب الله نلتقي كل أسبوع، مشكورة جزيل الشكر ونتمنى لك صبيحة سعيدة ويوني بيك وبيك وهلا. مرحبا شكرا جزيلا، تحياتي لك، وأكيد أنه كان مرحبا بكل أوفيائنا. غادي نرجع مباشرة للدكتورة أمان نعامي، يعني حديثنا يكمل صحيح. يعني شنو هو تعليقك على نظرة المرأة لاختيار الزوج؟ نعم، هذه المسألة ديال اختيار الزوج يعني كما قلنا في البداية ينبغي أن تنطلق من أساس اللي هو طاعة الله عز وجل وإقامة أسرة مسلمة تقوم على أسس طاعة الله سبحانه وتعالى ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. ومن بعد ما تشوف الفتاة يعني مجموعة من الشروط التي ينبغي أن تتوفر في الخاطب وفي زوج المستقبل، وما تضغطش على نفسها أبدا لا بكلام ناس لا كيف ما قالت الأخت يعني تقدم في السن أو لا كذا أو لا فقط أريد أن أتزوج من أجل المجتمع، كتلجأ للاستشارة، استشارة أهل الصلاح وأهل التقوى مهمة جدا في كل شخص، ماشي غير اللي دق الباب تنقبلوه ما يمكنش. فهذا خطأ تيوقعوا فيه الكثير، تقول لك أنا غير نتزوج وكي ياخذوا بعض الأمثلة وضل حيط ضل رجل ولد للحيط يعني نعم مجموعة الأمور. لا ينبغي أن تحدد الأهداف والمقاصد وهذا الشخص شكون هو، وعند استشارة أهل الصلاح
صحيح مستشير الوالدين، ولكن نظره الوالدين ماشي هي دائما نظره الفتاه الى الزوج. بالنسبه للاب ولا بالنسبه للام كيشوفوا شي امور، شي شخص راه هو صالح، راه تيشوفوا في المظهر ديالو وفي دينه، بالنسبه لهم راه يصلي راه صافي، يعني اكتمل دينه واكتملت اخلاقه. لا كاين شي امور اخرى. اذا لهذا وللاسف يعني حنا كنركزوا على شي نقاط اللي كنستبعدوا فيها الاساس ديال الدين. روح الدين هي المعامله، وبزاف ديال الناس كيقول لك لا انا صافي غير كنشوفه كيصلي كيصوم، ربما يعني مع احترامي للجميع محتجبه او لا عليه دينار كما كنقولوا دينار الحكمه، معناه انه واحد الانسان ثابت وواحد الانسان متدين وواحد الانسان متخلق. هذا ليس مقياس، الشكل ليس مقياس. هذه فرائض كل واحد فينا كيفاش كيتقرب من من الله سبحانه وتعالى. فرائض مفروضه علينا، ماشي معناه انه الانسان كيتحلى بخلق. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال دينه هو خلقه. ولهذا لما سال السائل جاء الى عمر رضي الله عنه فقال له اني اعرف فلان، بغى يزكيه، بغى يقول له شتي هذاك الشخص راه الله يعمرها دار. وعمر رضي الله عنه كان حكيم، كان يعني صحابي جليل، فنقتدي به ونتاسى به في هذه الامور. فقال له هل انت جاره تعرف مدخله، شكون اللي كيدخل عنده شكون اللي تيخرج من عنده، واش هاد الناس صالحين، واش كذا واش كذا، واش انت سافرتي معاه باش تعرف اخلاقه وتعرف يعني الامور الداخليه ديالو كيفاش كيتعامل، لان الزواج هي معامله واحتكاك. واش عاملتيه بالدينار وبالدرهم باش كتعرفوا واش انسان بخيل، لان صفه البخل هي صفه ذميمه جدا خيبه، يعني البخيل لا يعاشر، يعني كثير الغضب لا يعاشر كذلك. فاذا واش عاملتيه بالدينار؟ قال له لعلك رايته قائما قاعدا يعني يصلي في المسجد وقلتي راه راجل مزيان. واش غير الصلاه كدل على ان هذا الانسان؟ هذا واجب صحيح، ولا ننقص من شأن الصلاة لأن عماد الدين وهي أصل من أصول الدين الواجبة، ولكن كاين أمور أخرى اللي كتحتاجها الحياة الزوجية، والصلاة إن كانت صلاة صحيحة بخشوعها وبأركانها لا شك أنها تنطبع على السلوك، ولا شك أنها تظهر في الأفعال وفي السلوكات. الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وغادي نتوقفوا لحظة مستمعينا الكرام مع فاصل إعلاني وراجعين نقراو رسائلكم النصية اللي توصلنا بها. هذا ماشي غير كذتاي، هذه راها قصة شعب سلطان في قلب كل واحد. ميديتال والصحة والسلامة تقدموا لكم نصائح يومية من 2 حتى الجمعة من 9 حتى 10 رفقة عفاف ماجد ومختصين. مع ميديتال والصحة والسلامة كنجاوب على كل أسئلتكم الصحية. صحة وسلامة يقدم لكم برعاية ميديتال. خذ راحتك مع ميديتال واستفد كل نهار من نصائح صحة وسلامة. ميديتال ديما راحتك. شنو هو مسحوق التصميم السري والفعال للقضاء على الطبيعة الصعبة؟ باش تعرفوا عليه موعدكم مع تحدي أومو قريبا في مدينتكم. مع بكية أومو في الدار تقدروا تشاركوا باش تربحوا منحة لوليداتكم كتوصل حتى ل 5 مليون سنتيم. مع أومو جديد طبيعة تزول بسرعة ومنحة 5 مليون لوليدات يقسموها. لأول مرة في المغرب مع خدمة موبي فلوس إقدام، SMS يكفيكم باش تخرجوا فلوسكم. المزيد على موبي فلوس بويما. موبي فلوس سهل وسريع غير SMS. علي كاين شي كونيكسيون؟ موجودة. يلا شارجي 7 أيام وغير ب 30 درهم. ويلي 7 أيام ديال الانترنت وغير ب 30 درهم؟ كيفاش؟ استفد من العرض الجديد ديال ميديتال انترنت بدون اشتراك من اليوم. عندك 7 ايام ديال الكونيكسيون غير 30 درهم، واخا يتسالى لك صوت الانترنت ميديتال كديبانيك ب 30 ميجا ديما هديه. تكونيكتا بها على خاطرك وعيش الانترنت. ميديتال ديما راحتك. تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ومن 30 مايو إلى 7 من يونيو 2014 الدورة 13 لمهرجان موازين إيقاعات العالم بالرباط، تقدم لكم على منصة سلا من 30 مايو إلى 2 من يونيو دراغانوف، سامية طويل، طارق باطمة وسعيد مسكير، كوتر نهاد وابراهيم بركات، صفاء وهناء، إيمان قرقيبو، الرصاد، بنات المشاهب وتقادة، حميد VFF، ماستا فلو ومسلم.
لكل المعلومات الخاصة بالعروض البطاقات والتذاكر www.festivalmawazine.ma أو اتصلوا ب 080-200-03-03. التحقوا بنا على صفحتنا بالفيسبوك أو حملوا تطبيق موازين على هاتفكم النقال. مهرجان موازين من تنظيم مغرب الثقافات بشراكة مع ميد راديو. ابعثوا من الآن عبر الاسماس عبارة موازين إلى 92 10 وحاولوا الفوز بسيارة كل أسبوع. عرض صالح من 28 أبريل إلى غاية 7 يونيو. تم الاسماس 10 درهم و80 باحتساب الرسوم. رجعنا لكم جديد مستمعينا الكرام على ميد غاديو، مازال مواصلين مع بعضنا ومستمرين وبرنامجكم سيدة النساء. معنا دائما دكتورة أمل نعامي وهي واعدة أستاذة باحثة في العلوم الشرعية. دكتورة أمل، غناخذ معنا بعد الرسائل النصية اللي وصلنا بها. رسالة كتقول: خالد من قلعة السرغنة، تعرفت على واحد البنت باش نتزوجها، ما عرفت بلي عندها علاقات كثيرة، أشنو ندير؟ الله يخليك. نقول للسي خالد، إن كان يرى منها الآن دابا يعني صلاحا وتقوى وحسن خلق وتوبة صادقة، توبة صادقة يعني منها، فلا يهمه الماضي. في الماضي كان طوي الصفحة ديالو، كان تشوفو الشخص يعني الآن كيفاش هو، وياخد وقته يعني في مرحلة الخطوبة أو لا قبل ذلك حتى يشوف ويتأكد تماما من صلاح هذه الفتاة. فالله تعالى إذا كان عز وجل يقبل توبة العبد من يعني يقبل التوبة من عباده، والله سبحانه وتعالى يفرح بتوبة العبد أكثر من فرح الأم بولدها، فما يمكنش نسد واحد الباب ديال التوبة على الناس ونقول كل من أصرف على نفسه قبل ذلك لا نقبله. فالله عز وجل يقول: قل لعباد الذين أصرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا فكلنا خطأ وخير الخطأ التوابون. إذا نشوف صلاحها الآن واستقامتها الآن ولا يسأل عن ماضيها. نعم. رسالة أخرى كتقول: سلام، معك أب زكريا، مزوج أختي وديما عندي ومديما عندي المشاكل، مرة اي كلمه نقولها لها كتقلق، ديما مخاصمين وقريبه تولد وتهدبت حتى بنيت لها الدار وسكنتها بوحدها، ما عرفتش الحل. نعم، اذا هي حامل. ولكن هذه المشاكل ديما كاينه، وكيقول انا كاع بنيت لها الدار باش عزل بوحدها، مي دائما كاينين المشاكل. لهذا فاش تنقولوا اننا نختاروا الشخص، من الامور التي ينبغي ان تتوفر في الشخصيه هو ان تكون شخصيه سعيده وشخصية مريحة، لأن الحياة الزوجية تحتاج إلى ذلك. خاص الإنسان يكون شوية فيه الطرفة، فيه السعادة، فيه الابتسامة الدائمة، فيه خلق روح الدعابة. فالحياة التي تقوم على النكد أرى لا تستقيم، أرى يكون فيها تعاسة. فإذا يحاول هو بمجهود أنه يجلبها إلى ذلك، وهي حتى هي ينبغي أنها تكون إنسانة اللي هي مريحة وضحكية كيف تنقول، فيها الدعابة وفيها النكتة. هنا نقدروا نلتمسوا لها العذر في مرحلة الحمل، يعني كتكون تغير ديال الهرمونات ومجموعة الأمور يتحملها ولا شك، ولكن في نفس الوقت أنه يخلق أمور هو وحتى هي تبذل مجهودها باش يخلقوا واحد العلاقة طيبة، ويكون دائما الرضا، دائما الرضا. فالمؤمن دائما راضي، راضي علاش الإنسان يتقلق؟ فأرضى بما قسمه الله تعالى لي وأحمد الله عز وجل في صباح ومساء. فلهذا كان وجد المؤمن كيختلف على الكافر. شوف مثلا الآن في الغرب كتوجد أن نسبة الانتحار كبيرة كتير، لماذا؟ ما كاينش الرضا بقضاء الله عز وجل. فإذا المؤمن ولله الحمد راض بقضاء الله عز وجل، وهذا من أسس الإيمان اللي عندنا. فإذا انتابت أي مشكل من المشاكل كيحلها بطمئنان وبرضا. فدائما هذاك الرضا خصو يكون حاصل في الحياة الزوجية، وتكون الفرحة ونحمد الله عز وجل على جميع الأمور ونرضى ونقدر نعمة الله تعالى. فإلى ما عندناش حتى المال وما عندناش كذا وما عندناش، ولكن عندنا نعمة الإيمان وعندنا نعمة الحركة وعندنا نعمة الصحة وعندنا، فهذه نعم لا تقدر بثمن. نسأل الله تعالى يوفق بينهم يا رب. ربما محتاجين يجلسوا لطاولة الحوار في جو مهدل، أكيد نعم، ويتناقشوا على النقاط اللي كدر كل واحد ويوقفوا عليها. دائما الحوار يأتي إلا بخير. نعم، ومحبة في الاستمرار ضروري ما يجبروا حلول لترضي الطرفين باش يمكن يكملوا مع بعضهم.
ونمشيو ناخذوا رساله اخرى. كتقول حسنا من مراكش 31 سنه سيليباتير خدامه الحمد لله، انا ما بقاتش عندي الثقه في الذكور والرجال، كلشي باغي يضحك غير على بنات الناس. لا اله الا الله، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه النظره السوداويه، ما الحمد لله كاين الخير وكاين الخير كثير، وكاين رجال صالحين وكاين اتقياء وكاين كذا، لكن كل انسان راه كيبحث على الامر اللي كيسعده وكيبحث على الامر اللي هو باغيه. فإلى حدد لهذا شنو تنقول للفتيات، حدوا الامور التي تريدنها من الزواج. فبحال ديك الانسان، نضرب مثال، اللي مشات للقيصريه مثلا او للسوق وهي ما عارفاش شنو باغا تتقدى. اشنو كتقدى؟ كتقدى اي حاجه يعني، اي حاجه شافتها عجباتها كتهزها. لكن اللي كيمشي للسوق او اللي كيمشي للقيصريه هو عنده واحد اللائحه، هذه بغيتها هذه بغيتها بغيتها، غادي يتقدى ديك الامور المحدده اللي بغى ولن يصرف. ما غيبقى مازال عنده الفلوس في جيبه لان حدد شنو بغى. اما اللي كيمشي وكيشري اي حاجه فغيوقع يعني في اسراف، وما غيبقاش يلقى عنده حتى شي فلس في الجيب ديالو. فاذا تحديد شنو بغينا، الا بغينا الصالحين الحمد لله الصالحين موجودين، بغينا الاتقياء موجودين، الفئه الاخرى كذلك موجوده، نسال الله الهدايه للجميع تماما. اذا ما نقولوش ما كاينش الخير ابدا، فاذا تبقى تبحث تكون هي اولا صالحه في نفسها، تصلح ذاتها اولا. وان والله تعالى يقول طيبون للطيبات، الطيبون للطيبات، بمعنى انه إن سعت إلى أن تكون طيبة فالله تعالى سيسر لها من هو طيب. وفي الغالب هذا هو هذا عمل، هذا قول الله تعالى، هو قول إنشائي، فيعني كيكون دائما الطيبون للطيبات. نعم. دكتورة أمل ما سخيناش بيك في الختام، واليوم تكلمنا على فن اختيار الزوج. نعم مرحبا. في الحصة المقبلة إن شاء الله سنتمم ما يتعلق باختيار الزوجة، وتنقوله وغنختمه بواحد المثل المغربي اللي تيقول خطب لبنتك وما تخطبش لولدك. فإذا حسن الاختيار هو يتوقف عليه المآل، فالإنسان ما يشوش فقط هذيك اللحظة وهذيك الفرحة ديال الزواج وديال الخاطب ودق بابي واحد الخاطب وفرحانة العرس وفرحانة الخطبة وفرحانة ديك الاحتفاء وديك الحفل وكذا واللباس والعمارية، لا، يشوف ما بعد ذلك اليوم، يشوف الحياة الزوجية كيف ستكون، والشخص اللي غادي تكون معاه في طيلة الحياة إن شاء الله تعالى، وتحسن الاختيار وتستعين بالله عز وجل، والله تعالى يختار لكل فتاة الزوج الصالح. نعم. وعلى ذكر الحكم، فمجموعة من الحكم اللي كتبين لنا قيمة اختيار الزوج والزوجة والحرص على ذلك. وكما كيقولوا سيدنا الوالا، عرس ليلة تدبير عام، ومية تخميمة وتخميمة ولا ضربة بمقص. إذا هنا كيبان باللي خاصنا ضروري نركزوا في اختيارنا ونعرفوا شنو كنديروا. ما سخيناش بك دكتورة أمل، دائما اللقاء ممتع وشيق معك كل يوم أحد من 10 حتى 12. مشكورة على تواصلك الدائم معنا، ونلتقي الأسبوع المقبل للحديث عن فن اختيار الزوجة، حتى نواصل اللقاء دائما مع الأوفياء من خلال برنامجكم سيدة النساء. مشكورة جزيل الشكر. كنشكر أيضا أم حبيب الله من العيون في زاوية خاصة، حيث كتعطينا رأيها وأيضا كتقربنا من العادات والتقاليد في الأقاليم الجنوبية، وأيضا من الفكر ديال السيدات في الجنوب. فشكرا جزيلا على تواصلها معنا. كنشكر كريم نايت سي اللي رافقنا اليوم في الإخراج، دائما بابتسامه عريضة وبروح طيبة، كنتمنى لك صبيحة سعيدة كريم. كنشكر كل مستمعينا الكرام على حسن الإصغاء والمتابعة، متنساوش موعدكم تمام منتصف النهار معنا.